دايسون شركة التكنولوجيا العالمية بتقوم بتحويل وتغيير أي مجال بتدخله من خلال ابتكارات مميزة. بتتواصل دايسون مع المستهلك بطريقة خارجة عن المألوف بما يتعلق بالميديا والأدفرتايزنج. ضيف اليوم يوسف المعلم، مدير عام دايسون بالشرق الأوسط، أفريقيا وتركيا، حيخبرنا أكثر عن مميزات دايسون. يوسف، بدي أشكرك أنك أنت موجود معنا اليوم ببرنامجنا تواصل، ونحن بنعرف أنك أنت اليوم MD تبع دايسون بالميدل إيست، أفريكا وتركي. شو المسار المهني اللي وصلك لهون؟ أول شيء أهلا وسهلا فيك روز، شرفتينا بدايسون وشكرا أنك استضفتيني على هالبروغرام الأديوكيشنال ولذيذ. Thank you. أنا صار لي بالميدل إيست حوالي 17 سنة، بس مسيرتي بلشت بكندا. أنا كمبيوتر إنجينير باي إديوكيشن. بعد ما تخرجت اشتغلت بالايروسبيس اندستري بكندا، بعدين تحمست اجي على دبي، وجيت على دبي اشتغلت مع مارس وريجليز بالكونسيومر جودز 15 سنه بالمصنع، فاينانس، بزنس بلانينج، جنرال مانجمنت. وبعد مسيره 15 سنه حسيت انه بدي ارجع للتكنولوجي سيكتور، فكانت دايسون جريت اوبورتونيتي مع تركيزها على الانجينيرينج والتكنولوجي. هذا الشيء كان 3 سنين ونص. فأجون دايسون كنت واحد من 2 أسسوا البزنس هون، وحاليا عندنا تيم أكثر من 100 شخص ما بين دبي وتركيا for the business. Good luck لك أنت بعد 3 سنين، وإن شاء الله بصير أكثر وأكثر. دايسون هي المستهلك تبع دايسون نيش، يعني صحيح منه كل الـ population. صحيح. كيف أنتوا بتوصلوا للمستهلك تبع دايسون مقارنة بالبراندز المنافسة؟ أولاً نحن منطلع على دايسون تارجت هاوسهولد نسميهم، الأونرز اللي فينا نوصل لهم، ومنركز على شو المشاكل اللي عندهم بحياتهم. ففلسفتنا أنه منبلش من المشاكل الحياتية الموجودة، منطور تكنولوجيا وآلات بتحل هالمشاكل اللي عندهم إياها، وبنطرح لهم هالحلول للامور اليوميه بحياتهم. هلا هذا بيجي مع فيري هاي اند تكنولوجي، فنحن بنستثمر حوالي 9 مليون دولار كل اسبوع بالتكنولوجي بالار ان دي، اللي هو رقم كثير عالي، بس الفوكس تبع هي انه تحل مشاكل يوميه. فالتارجت تبعنا they understand the technology و they're looking for solutions or حلول لحتى تساعدهم كل يوم. And as such, the product is an investment. بيعمر معك، بتعيش، the technology stays. ما بيتخرب. It performs better. And that's how we position it. يعني أنا كان بدي أسألك كيف بتبرروا السعر المرتفع نسبياً للمستهلك؟ نعم. جهة من هالأمر هي الاستثمار اللي بنحطه بال R&D. لنأكد إنه technology is not gonna fail. فمثلاً إذا بنحكي عن ال vacuum cleaner. One of the things، واحدة من الشغلات اللي كثير مركز عليها إنه it's a sealed سيستم، يعني ما في ولا بأي شكل الغبرة اللي بتطلع من الأرض ترجع تطلع ورات المشين، اللي هو شيء كتير مهم صحياً. اللي عنده أولاد، أنا عندي أولاد مثلاً صغار، بهمني إنه الأرض نظيفة، بس كمان الهواء يكون نظيف حواليها. فthat's how that's one of the angles how we justify. كيف بتنشروا الوعي حول كل هالمعلومات؟ الآلات تبعنا فيهم كتير تكنولوجي، واللي هو at the heart of who we are. فبهمنا أول شيء نحنا نشرح للناس ونفهمهم كيف تشتغل الآلات تبعنا، وليش هي الأداء تبعها أحسن من الآلات الثانية الموجودة بالسوق. فهذا الشيء it forces us أن يكون الـ content والميديوم كتير engaging. فأكيد في a lot of digital content، في كتير social media مستعملة لحتى تتفاعلوا مع المستهلك. بالضبط، لحتى نتفاعل مع المستهلك، لحتى to understand فيها، نفهم شو عم يفكروا، what they're getting what they're not getting. هيدي one big piece، هيدا focus كبير. الشغلة الثانية منركز انه نقول to get the machine in their hands، يعني فمن فعلياً يجربوها. فعلياً يجربوها. فمنركز على الديمو سبيسز تبعنا، مثل ستور بدبي مول، مثل الايفنتس اللي بنعملها بالمولات، مثل other محلات الثانية بيكون في عنا our own spaces، وعنا our own team of experts الديمونستريتورز تبعنا، اللي هن there are at the heart of the technology. بيفهموا التكنولوجيا تبعنا كثير منيح، بيقدروا يفهموا منك شو مشاكلك بالبيت، عندك اولاد، عندك pets،
عندك بلاط، عندك سجاد، وبينصحوك. أو عندي شعر خايفين عليه. أو عندك شعر كمان، كيف تهتمي بشعرك؟ شو الروتين تبعك اليومي؟ قد ايه بتغسلي كل يوم وتغسلي كل يوم؟ قد عندك وقت الصبح لحتى تحضري حالك وتظهري؟ أي ستايل بتفضلي يكون عندك؟ وبيقدروا ينصحوك كيف التكنولوجيا تبعنا ممكن تسهل لك حياتك كل يوم. هي بالفعل سهلت لي حياتي. أنا شخصياً بخاف كتير على شعري، وكان الهير دراير بالنسبة إلي مثل يعني أنقذني بصراحة. حناخد بريك صغير يوسف، وبعد منها حنكفي عن الإنفاق الإعلاني شوية معلومات أكتر. طلعت على شوية أرقام أنا بالأد إكسبندتشرز، ولقيت إنه دايسون بالسنة 2-3 اللي هي موجودة عنا بالمنطقة الإنفاق الإعلاني تبعها محدود نوعاً ما. هل متوقع إنه يزيد؟ أنا هون عم بحكي أوفلاين وأونلاين مع بعضهم، محدود. أوكي. حيزيد؟ حيضله مثل ما هو؟ حينقص؟ طرق تانية يمكن؟ هلا أول شغلة بخبرك إياها إنه إحنا we don't share all of our spend data، يمكن الاد اكسبندتشر ما يكون ترو ريفلكشن اوف وات وي دوينج. بس بالثلاث سنين اللي مضوا نحن كثير زدنا انفاقنا الاعلامي اوف لاين واوت دور، حتى ابوف ذا لاين بدبي لس سو تي في من البلدان الثانيه. والشريحه الاكبر مثل ما قلت بتضل هي ديجيتال وسوشيال مطرح تركيزنا، وهيدا الشيء راح يكمل معنا. فاكيد نحن البزنس عم بيكبر. خلال ثلاث سنين اللي مضوا قدرنا نكبر البزنس بالإمارات 20 مرة، اللي هو شيء كثير فخورين فيه نحن، وبدنا نكفي هالمسيرة. فالسبند كمان حيزيد in line with our business growth إن شاء الله. مثل ما بنعرف الإنفاق الإعلاني ما بضله نفسه عبر السنين، صحيح، وبيتغير، وبنسمي هالشيء موسمية. كيف هالشيء بيصير مع دايسون مثلاً على الكريسماس، على عيد الأضحى؟ كيف بيتغير الإنفاق الإعلاني؟ معك حق، نحن بنطلع على اثنين دايمنشنز للموسمية. واحد إز اللي عم يصير حوالينا، كريسمس، سبرينج كلينينج، باك تو سكول، إتسترا. وكمان نحن بنعمل اللونش تبعت الماكينات تبعنا بمواسم معينة. فمثلا أي شيء خاصه بالإي سي بالبيوريفايرز والفان، معظم اللونشز تبعنا بيكونوا مارش وإبريل، اللي هو قبل الربيع، قبل ما يبلش يغير الطقس. فهذا الشيء اكيد بيتزامن مع سبند فيزنج، بنزيد سبند وقت اللي في عندنا لونشز معينه. اذا بنطلع كمان على الاد اكسبندتشرز على التراديشنال ميديا، بيعني التي في، البرنت والاوتدورز، متهيألي كانه دايسون تخلت كليا عن الاوفلاين. بنسال هذا السؤال كثير، انه احنا وي جيف اب. انه الحقيقه مش هيدا هو الامر. مثل ما قلت نحن بنركز كثير على اي افضل ميديوم انه نقدر نتفاعل فيه مع التارجت اونر تبعنا. عملنا اوت دور، بس تركيزنا بس نعمل اوت دور يكون ايكونيك. فالسنه الماضيه كان عندنا في 11 ايكونيك على الشيخ زايد، لما عملنا سوبر سونيك لونش كمان عملنا بيلدينج راب ويتش واز ايكونيك. فالاكزكيوشنز تبعنا منن يور افري داي، هذا على الار اوف هوم. تي في بالامارات معك حق، بعد ما عملنا تي في، بس مثلا بتركيا وي لونشت من 6 شهور، بلشنا تي في الاسبوع الماضي. فوي فلكس ذا ميديوم حسب نحن شو اللي بدنا نقدر نوصل له، وحسب شو التارجت تبعنا. زي من 25 ل 44، اوكي، 99% انترنت يوزرز، 96% سوشيال ميديا يوزرز، 92% موبايل بيست يوسج، 80% تي في يوسج. بعد ال 80% عاليه، انما كومبيرد للميديوم شو بيخولني اني اعمل ديجيتالي، اللي هو بدنا انجيجينج، في تواصل، احنا في there's back and forth فينا نقدر نعمله على الشانل. فأوقات بنعطيه priority أكثر. خبرتنا العصفورة أنه صورتوا هيرشو مع جوال ماردينيا. جوال ماردينيا هي الانفلونسر، البزنس وومن، اكس تي في هوست، مش عارفة كيف بدي أعرف عنها. صحيح. صورتوا معها شو بميزون دو جوال. بس اللي عرفته كمان انه هالشو، بالرغم من انه جوال هي اكس تي في هوست على تي في شانل كثير معروفه، مش حتعرضوه على تي في شانل، او اتليست لهلا. اوكي، ليش؟ سؤال كثير حلو، وشوي كمان صار في كثير ديبيت عليه انترنالي. بس خليني ارجع وان ستيب لورا لك وين بلشت الفكره. فكره الشو بلشت، عملنا انسايتس بالامارات وبالسعوديه، وهالانسايت خبرتنا انه السيدات
عندهم مشاكل حقيقية بشعرهم كيف يصححوه، ومش على طول بيعرفوا كيف how do they damage it. هلا هي دامجينج انت كثير سهله، بس انك تصححيه كثير صعبه. فبيس على هالتارجت اودينس اللي عندنا شفنا شو الميديا كونسومشن تبعهم اوكي من ميله، وشفنا كمان اكيد جوال معروفه ب هير انرجي وهير بريزنس على الانستغرام يخزي العين هير سبيريت يعني exactly. بالشو نو واي ف شي هاز ا لوت اوف بريزنس هونيك، وفي كثير انجيجمنت. فنحن كان بهمنا يكون في دايالوج بيننا وبين الناس اوكي شو فينا نقدم لهم حلول وشو فيهم يخبرونا عن مشاكلهم. فمشان هيك قررنا تو ستارت وذ حيكون الفوكس ديجيتال. فجبنا شريحه من الناس، شفنا الشعر تبعهم، بعتناه على اللابس تبعنا باليوكي، درسنا لهم شعرهم، رجعنا جبنا 3 جلوبال امباسادرز هير امباسادرز ستايلرز نشتغل معهم بدايسون. هن اجوا بالتعاون مع جوال اللي عندها بالميسون دو جوال، عملوا هالهير ميك اوفر وعطوا للفاينالست حلول وديفرنت لوكس وساعدوهم. having said that هذا ما بيعني انه نحن مش ممكن نحطه او نستعمله على التي في. هات لنشوف اذا هالشي بيرجع على الميديا ايجنسي تبعيتكم. وسؤال لك هو ليش تم اختيار مايندشير من قلب جروب ام ومقارنه مع بقيه الميديا ايجنسيز؟ مايندشير هي الجلوبال ايجنسي لنا، سو بكل العالم دايسون بتشتغل مع مايندشير، وهالشيء اكيد صار من خلال بيتش وايفالويشن. وان على الكابابيلتيز تبعهم جلوبالي، اثنين على their presence مطرح ما نحن عندنا big businesses we wanna invest and grow، وثلاثة قدراتنا الرقمية كمان digital capability اللي هو medium اللي دايسون عم تصرف فيه مصاري أكثر من traditional space. بدي أسألك يوسف عن الحملات الإعلانية. سنس عم نحكي عن mindshare، شو هي بنظرك أكثر campaigns كانوا ناجحين؟ our approach اتجاهنا globally عندنا campaigns unified globally. فالتي في سيز اللي بتشوفيها هي او الادس كلها هي 1 اور ماكسيمم 2. ابتدينا بهالشيء، بس اللي تعلمناه انه بدك لوكال كونتنت، بدك شيء يكون شوي قلت مور انجيجينج لوكالي. هالسنه عملنا رمضان كامبين اللي هي كانت بتفرجي عائله عايشه هون، بي وام والولاد والروتين تبعهم برمضان، وكيف الالات تبعنا بتساهم تريحهم ولا تو كونتريبيوت يكون ذا ديلي سايكل برمضان. لقيت كثير نجاح، وكان الريسبونس تبعها كثير عالي، وهذا الشيء شجعنا انه نعمل اشياء ثانيه. مثلا حجاب كامبين اسمها اللي هي بتركز على السيدات المحجبات وشو مشاكل الشعر تبعهم وكيف الهير روتين تبعهم، وتكسر شوي البروتوتايبس ستيريوتايبس اللي عندك بالمنطقه وكيف التكنولوجي بلايز رول ان ذا لايف. كنت عم تقول لي انه هدول الحملات كانوا ناجحين، انتو كيف تعرفوا انه نجحت الكامبين؟ هل زيادة الوعي حول دايسون، هل بشكل مباشر على المبيع وبالتالي الربح؟ سو نحن بنطلع على top of mind على الاويرنس تبع البراند، وهيدا الشيء عم بزيد. يعني من وقت اللي بلشنا هلا more than tripling let's say الاويرنس. ديجيتالي كمان بنطلع على الكليك ثرو ريتس، بنطلع على الترافيك اللي عم بيجي على السايت، الاد تو باسكت والكونفرجن قديش عم بيجي على السايت تبعنا. فولوك اكروس اول اوف ذيز، هيدي الدلائل الرقميه. بس كمان بنطلع على كواليتيتيف اسبيكتس اللي هو بس اللي بتشوفيه وتحسيه كل يوم بالامارات، الانتراكشنز بالستور عندنا، الانتراكشنز لما بيكون في عندنا ايفنتس، لما بتيجي الستور ايه بعرف عن الهير دراير، ايه شفت كذا اوكي جاي يشتري الهير دراير بالزبط. يعني بتعرف عنه بالزبط. طب كنا عم نحكي اوف لاين واونلاين بالميديا، وهلا انت عم تحكي عن طريقه الشوبينج تبع دايسون، اضطرقت انه الاد تو كارت وايل كمان بيروح وبيشتري بالستور. صحيح. كيف نسب البيع تبع دايسون اكشلي بالستور مقارنه مع الاي كوميرس؟ هلا الاي كوميرس بالمنطقه بعده عم بيتطور، اتس ايفولفينج. فنحن بعدنا ورا يو كي يو اس تشاينا بقديش من هالسيلز بيصير اونلاين. انما السيلز اللي عم تبيع بالستور مش كلها ابتدت بالستور، يعني في كثير ناس بتجي على الستور بدها تشتري شفته اونلاين
سو هلا اتس اومني شانل ففي في كروس اوفر يعني ايه انه اللي عم بيشوفه اونلاين بيجي بيشتري اوفلاين. صحيح صحيح. ففي اتس ان اومني شانل اكسبيرينس. ممكن تبدا الجيرني بالستور, بيجي واحد بجرب البرودكت بيستعمل الماشين بتعجبه بيروح بيطلع اونلاين where do they want to shop from, بيشتريها اونلاين اور فايس فيرسا. بتبلش الجيرني تبعه بيشوف شايفه على الانستغرام شايفه اون يوتيوب عجبه بس بده they want to get hands on, بده يمسك الماشين بده يفهم بالضبط كيف, بيجي على الستور بجربها وبيشتريها. وقت بنحكي كمان حملات اعلانيه لمين بيرجع على الكريدت مزبوط؟ هل هو للان هاوس تيم تبع دايسون, هل هو لمايند شير الميديا ايجنسي, او حتى للكرييتيف ايجنسي؟ اتس ا تيم افورت. شغله سبيشال بدايسون انه احنا اور كرييتيف از اول ان هاوس, فالافكار والبرودكشن كلها بتصير باي دايسون تيمز ان هاوس, اند ذن وي بارتنر مع مايند شير لحتى نشوف شو واتس ذا بيست بلان. بس اكروس ذا جلوب في عندنا 3 سنترز اوف اكسلنس بيعملوا هالشيء, وكل ماركت عنده هيز اون تيم ان بارتنرشيب مع مايند شير ليشوفوا افضل طريقه تو ديبلوي ذيز اسيتس. حاخد انا بعد بريك وبعد منه حنحكي شويه هارت تو هارت حكي. اوكي. يوسف, ما بيخلى الامر من فشل. وين فشلت دايسون وشو تعلم الدرس من هالموضوع وكيف بتطبقه بالماركتينج استراتيجي تبعيتها؟ من اكبر الدروس اللي تعلمناها هون هو نركز على الريليفنس لوكالي, ويكون واحد الكونتنت ريليتد تو ريل ان هوم بروبلمز. يعني بلشنا بالاول شو عندنا اسيتس ستارت ديبلوينج, بعدين لقينا لما رحنا قضينا وقت ببيوت الناس مع ستات البيوت كيف عم بينظفوا كيف عم بيساووا شعرهم مع الكوفري مع الهير ستايلست, هيدا الشيء علمنا شوي تو ريبوزيشن اور كوميونيكيشن ستراتيجي والكونتنت اللي كنا عم نعطيه والتكنيكال ديتيلز اللي عم نحكي فيها, وهيدا الشيء بلشنا نطبقه اكثر بالفتره اللي مرقت وعم نلاقي تراكشن افضل. قصه نجاح معينه بعرف انه نجحتوا بكثير محلات, قصه بتحب تحكي عنها؟ شكرا للسؤال. قصة قريبة لقلبي هو لما بلشنا بالإمارات كان دايسون معروف جلوبالي فور اتس فلور كير برودكت, المكانس اللي عندنا, وكان هيدا الاسم المعروف بالإمارات. بس لما قررنا نرجع نعمل ريلونش قررت انه نعمل ريلونش مع البيرسونال كير ونركز على البيوتي, وكان التشالنج لقلي عالميا انه دايسون معروف للفلور كير كيف بدك ترجع تعملها انت بوزيشنينج از بيوتي. بس مثل ما بتعرفي الماركت عندنا هون اتس very highly penetrated beauty market, فقررت انه وي لونش مع دايسون سوبرسونيك الهير دراير ولقى كثير نجاح محليا. نحن نفكر بالقلب, نحن نفكر انه بلشتوا بالهير دراير. ما هو هيدا هو الشيء اللي انا ام براود اوف, انه العالم كله هون صارت تعرف دايسون از ذا هير دراير از ذا بيوتي براند, مش دايسون اللي هي عمرها 25 سنه براند ذات سيلز فاكيوم كلينرز. فقدرنا نحقق هالنجاح وهلا حاليا نحن اكبر الماركت الرائد عالميا بحصة البيوتي من البزنس. يوسف, آخر شيء بدي بليز أطلب منك توجه رسالة لأي حدا بيشتغل بالميديا والأدفرتايزنج. We can get busy وننشغل ونتفاعل مع التارجتس والجروث ونعمر بزنس ونعمر براند, بس شغلة كتير مهمة ما ننساها أنا تعلمتها أنا وصغير عنيها أهلي, ورجعت تعلمتها كمان لما جوينت دايسون, لأنه الشركة بالنهاية بتحمل اسم مؤسس طبعاً جيمس دايسون اللي هي أهمية السمعة وأهمية الثقة. فنحن بنركز كتير على أنه نبني الثقة مع عملائنا مع شركائنا مع موظفينا بالإنفايرمنت اللي نحن فيه كشركة وكمان كإنديفيدجولز. فواحد ما ينسى التركيز على السمعة, النجاح أو الفشل ممكن يصير بين يوم وتاني, إنما السمعة مش سهلة واحد to build it وكثير صعب انه to lose it. يوسف, بدي اشكرك على هالمقابله الحلوه وانا تعلمت كثير اليوم منك على دايسون, وان شاء الله بنشوفك بحلقات جديده لتواصل. ان شاء الله. شكرا كثير روز انك شرفتينا, وكثير كمان انا انبسطت بالمقابله معك. تعتبر دايسون ان الخطوه الاولى بالنجاح هي فهم المستهلك بشكل عميق, فهي بمجرد انه تفهم المستهلك توصل له بطريقه فعاله وبتنمي وبتعزز السمعه الجيده.
أخيراً دايسون مقتنعة أنه النجاح ممكن يزيد وينقص، إنما السمعة الجيدة هي اللي بتبقى.